كنتي عم تحكي لي انه الصبح في فطور. الفطور هاد دوره بعدين. بالاول بنحكي بخصوص الشغل، اوكي؟ اول شيء بس يجي عمر بيك على الشركه الصبح ويفوت على غرفته، بدك تكوني مجهزه البرنامج اليومي وتعيدي له اياه. سجلي. ماشي، عم سجل. بدك تقولي له عن اي تغيير بصير حتى لو ثانيه، لانه كتير دقيق بهالموضوع. ماشي. ولسه ما خلصنا. بدك تتحكمي بكل التفاصيل، تستخدمي عقلك، وكل شغله بيحكي لك اياها بتحفظيها كرج المي، تمام؟ واهم شيء مو اي شغله سخيفه تروحي تسالي عنها، بيتوتر ودائما رح يقول لك دبري لي وقت، وانت لازم تخلقي وقت لانه هو جدوله مليان. حسب ما عم تحكي لي عمر بيك كتير شخص صارم وجدي. ايه كتير كتير. ايه وليش اختارني معناتها بدون ما يشوفني ويعمل معي مقابلة؟ والله هو شوفي القصة طويلة شوي، نرجع نحكي فيها بعدين. بدك تشغلي عند عمر قبلك جي، معقول مو عاجبك؟ مو هيك قصدي ابدا يا قلبي، بس يعني فضول. عادي انسي. هلأ وينه هو؟ هو لأنه له أكثر من أسبوعين عنده شغل كتير وما عنده مساعدة فجانن شوي، يعني هو هلأ معصب كتير وأنا ما بعرف لوين راح. معناته عصبي كتير؟ يعني لما بيعصب بصير مثل البارود، بس ما بيقلل من احترام حدا أبداً أبداً، ومستحيل تسمعي منه كلمة بشعة. هو محترم وكتير ظريف، وبتحسي حالك معه كأنك ملكة عن جد. هو شخص مميز وكتير مستقيم، هو جنتلمان وكتير حساس، أحياناً بيعصب على شغلات، بس نظرة من عيونه الدافية بتخليكي تسامحي. بحكيكي بصوت كتير رايق، وبيسألك دائماً عن حالك وإذا محتاجة أي شيء، وبيحني رقبته عليكي مثل الولد الصغير الحلو، بيطلع عليكي بكل اهتمام. يي شو عم خبس أنا؟ شو صار لي؟ أنا هبلة أكيد. عفواً؟ ما في شي ولا يهمك، عادي أنا بحكي مع حالي أحياناً، لا تردي علي. إذا خلصنا من قسم الشركة فينا ننتقل لقسم البيت والفطور؟ قسم البيت؟ ليش لا؟ ننتقل طبعاً. وهلأ عمر بيك الصبح كتير بيكره يشرب قهوة، مستحيل يشرب قهوة. أوكي، يومياً الصبح على بطن فاضي، هو لازم يشرب زهورات البابونج بسكر. بس لحظة، وعلى الفطور لازم تعملي هو بيحب المعجنات كتير والدسم، بيموت بالدسم. كتير غريب هالحكي مع أنه جسمه حلو ومتناسق. عفواً؟ عفواً شو معناته هالحكي؟ كأنك معجبة وعم تحاولي تطبقي؟ مو عارفانة شو عم تحكي؟ على كلين انتي خليكي عم تنتبهي علي. ماشي. الصبح بفيق متأخر. شو متأخر؟ بالله مو لهالدرجة. الصبح بفيق بكير شوي. سجلي. بكير؟ ايه بكير. بكير انا حكيت بالغلط، هو بفيق بكير الصبح. ماشي. حرام بلا ما تفوت بالحيط بسببي. غير هيك سجلتيهم ما؟ ايه. صار فيني اطفي الضوء هلا؟ شوي وطفي رح خلص. شو ليش ما علقت؟ على شو؟ عالروج تبعي، جبته جديد. مو مشكلة، بس فكرت بتنتبه على هالشغلات. والله هي شغلة الموضة، شغلتك انتي. نحنا بالكتير منشتغل بالصحية والإدهان، وهذا بس مشان ما تتكلفي بالمصاريف وعلى الفاضي. كأنك عم بتسمعني حكي. شو هالحكي؟ ليش مين بيسترجي؟ خلصنا اسماعيل، شو لسه بدك؟ اعتذرت منك. ماشي فهمت عليك، انت بس حابب تعذبني. اسماعيل لسه ما بتعرفني، أنا شخص ما بستسلم بسهولة، لأني صخرة قاسية وصعب يكسروها. أنا عم واجه صخرة قاسية؟ عم تتمسخر كأنه؟ إيه ماشي تكرم عيونك، منشوف تمسخر. أهلين أهلين، تفضلي.
هالشحاته مو مريحه ابدا، بس رح ضل فيها لانها حلوه ولا بقى لفستان. منيح، تفضلي. خليني اتربع بلكي برتاح. دمدومتي، قومي جيبي لها للخانم شي غطا. يلا رح جيب. احسن برد لانه ديما كتير محترمه ومربايه واكابر، واللي بيشوفها بيحسدك عليها. شكلكن انه عرفتوا تربوها منيح. شكرا. تفضلي. ايه، امهم تركتهم وابوهم كمان راح، وحطيتهم بعيوني وربيتهم. وديما بنت بتجنن وساعدتني كتير كتير. ايه، اهلا وسهلا خاله. خاله؟ ايه، انتي صايره بتحكي كتير، الواحد بيسلم بالاول. يلا روحي بوسي ايدها لشوف. يلا اوام. يلا اوام. اهلا وسهلا. شو مهضومه، كربوجه كتير. شفتي بالله، هي اكتر وحده فهمانه. هاي ساره. دمدومتي، انا وستك بدنا نحكي شوي بموضوع لحالنا، حكي كبار. انتوا الاولاد لجوا هلا. ولاد مو؟ طيب معناتها يلا يا صغيره تعالي نروح سوا انا وياكي. اي اي نوران خانم حبيبتي. انا عندي بنت كمان. وهلا هي بعيده بس راجعه اكيد، وبغيبتها ديما كتير عوضتني عنها وعن شوقي لو ضلت جنبي. يعني لما بتطلع فيها بحس كأنه عم شوف بنتي. شكرا كتير، ديما بنت كتير عاقلة. والله شاهد علي، لو ما لا عاقلة كنت رح موت وقلبي مو مطمئ. ليكي، هي صحيح شوي عصبية بس دائما بتسيطر على حالها وما بتخلي مين ما كان يتحكم فيها، بس كل اللي بتحبهم ديما نحنا منحبهم كمان. أكيد هي هيك وأكتر كمان. نورا خانم، اسمعيني شوي، أنا عمي أبو زوجي حابب كتير يتعرف عليكم. يعني من وقت ما أجت ديما على الشركة ما بتتصوري قديش حبيناها، وصرنا رفقات وأصدقاء ودايماً عم نلتقي ونكون مبسوطين. يعني أنا حابة إنه عرفها على عمي مشان العيلة، طبعاً إذا حضرتك بتوافقي نوران خانم. شو بدي أقول؟ هلأ أنا ما بفهم شغلكن أنتو، ما بيستوعبوا عقلي. صحيح أنا بثق بديما كتير، بس ما بدي يكون من ورا هالشغلة في إنا. مثل ما بتعرفي نحنا مو قد هالشغلات أبداً يا خانو. وإذا هالشغلة فيها رفقات ونظيفة يعني نحنا بيتنا مفتوح للكل. شو عليه؟ أنا بس هذا اللي بدي أقوله. لا نوران خانم، انتي بس وثقي فيني وشوفي، بعدين ديما مثل بنتي كمان، وهالموضوع لا تاكلي همه ابدا، انا رح حطها جوات عيوني. انتي وثقي فيني واسترخي، اساسا انا متاكده انه عمي رح يحبها كتير كتير لدمدومتي. تحبكن العافيه. انا رح شوف الشاي وارجع. يلا. مريح البيت. بعرف اني اجيت لعندك طبغم، يا ترى فاضي؟ فوت. عم ساوي قهوة باردة كتير مشوب، ساوي لك معي فنجان إذا بدك؟ بشرب لأني مشوب. عمر حبي، اليوم طلعت من المكتب وأنت بعدك زعلان مني، وأنا ما هان علي هيك، قلت خليني إجي وشوفك. حياتي، يعني بعرف الحق معك مشان موضوع العارضة، أنا ما كان لازم أعمل هالشي هذا بدون علمك، بس أنت بتعرف الفنان أحياناً بينجر ورا حسه الفني، أنت بتعرف هالشي مو؟ لأنه أنت كمان فنان، فنان مثلي يعني، بس أنا أحسن منك. يا ربي دخيلة طولت بالحديث، بس بالآخر بدي أقول لك شغلة، أنا آسف. لؤي، أنت بتعرفني مو؟ وبتعرف أنه أكتر شي بكرهه حدا يكذب علي. حياتي أنا بعرف طبعاً، يعني معقولة ما أعرف؟ بس أنا شو بدي أعمل؟ وقت نعم على قلبي، بعدين أنا جبت لك كذا عريضة ما عجبتك ولا وحدة منهم، وقت فكرت إنه صور ديما يعني ممكن يعجبوك، بس شفت كيف نظرتي بمحلة ما هيك؟
عكلن أنا هالمرة بدي مرقة، بس تاني مرة لا تتصرف من دون علمي، مفهوم؟ مشان ما نعلق أنا وياك مرة تانية. ماشي حياتي، وعد عمورة، رح صير أعطيك تقرير بكل خطوة عم ساويها بالشغل، وإذا شي مرة دريت إني عم بشتغل شي من دون علمك بتسكر علي الخزانة وإن شاء الله اختنق جواتها. آخ عموري سامحتني. ما ماشي، مرقنا لك ياها. آخ ما بتتخيل شو مشوب، وهذا كتير منعش. اي صح، وانا صالحنا. ما عمر صالحنا؟ صالحنا لؤي، خلص مش الحال. عمر انت رايح شي مشوار؟ يعني بالحقيقة كنت رايح. ماشي حياتي، فهمت عليك. راح خلصه وروح فورا اكيد. صباح الخير. صباح النور. أنا شكري شوفيره لعمر بيك، وأنت المساعدة الجديدة مو هيك؟ إيه ليش؟ كنت بدي أعطيكي مفاتيح البيت بس ديما ما أعطتني إياهم. يا أخي أنت شو إلك علاقة؟ المفاتيح أخذتهم من ديما، أنا فايتة على شغلي، يلا باي. وهي زهورات تمام، بس ضل البرك. وين البرك؟ ما في عجين جاهز، شو بدي أعمل؟ ما في غير الخضرة، كله خضرة. عمو شكري، عمو شكري، إجت الصبية الجديدة ما؟ إيه إجت ليك جوا. وأنت ليش إجيتي لهون؟ خير في شي؟ أنا عملت شغلة مو من أخلاقي، الشيطان نفسه ما بيعملها. شيطان شو؟ أنت؟ الشيطان لعب بعقلي. أنا لازم فوت على البيت بسرعة. ماشي عمو شكري. إيه يلا باي. مثل نريمان خانوم صرت أنا محتالة وعم ألعب بالناصر كدي. شوفي تخبيصك شو سوا. يا قلبي ليش تعذبتي وإجيتي لهون؟ أنا جهزت كل شي. ما جهزتي شي من اللي قلته؟ خدي عليكي لحتى أنا أتصرف. بعدي 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 لشوف. يلا يلا. بس أنت هلأ مالك مساعدته لعمر بيك ما هيك؟ إن شاء الله بدك تتدخلي بشغلي دائما. طلعي هاي الزهورات وكل شي جاهز، ضل علي البرك، كنت طالعة جيبهم من شي محل. جهزتي الزهورات؟ لسه بدك تروحي تجيبي من محل؟ ليكي عمر بيك ما بياكل أكل المطاعم. ها اف، هلا انت طلعي وتسلي شوي بالحديقة وانا برجع افهمك كل شي. يلا طلعي 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 طلعي. زهورات قال عالكب عالكب عالكب. كيفك اليوم شكري؟ تمام الحمد لله يا بيك. اجت المساعدة الجديدة هلا. ايه تجي، اهلا وسهلا. حضرتك تعودت على ديما مو هيك؟ تعودت طبعا، يعني كل يوم بفوت بشوفها بالبيت بتفرج عليها وهي مستعجلة عم تركض بالمطبخ. حكياتها شو زراف وحلوين، مهضومة كيف بتنفعل بتبلش تحكي. ايه صح معك حق، لهيك تعودت عليها بدون ما تحس بتعمل شغلات كتير ما بتعرف بتضحك ولا تعصب منه. والله إذا بدك رأيي صعب تلاقي وحدة مثل عمر بيك، ديما بنت كتير منيحة بتجنن. يلا أنا فايت على البيت. ماشي يعطيك العافية. الله يعافيك. صباح الخير، كيفك اليوم؟ صباح النور، ما توقعت شوفك هون اليوم. أنا تذكرت إني لما حكيت لها للبنت في شغلات نسيت خبرها عنهم، راحوا عن بالي بوقتها ولهيك اجيت من الصبح لهون. عمر بيك أنا جهزت لك الزهورات تبعك، بس اجت ديما وأصرت بدها تعمل لك قهوة، بس أنا مجهزت لك كل شيء. زهورات قلتي لي؟
ايه وغيره. وكمان جهزت لك البرك، مو على اساس انت بتحب المعجنات والشغلات الدسمه؟ جد؟ معناتها في وحده محتاله هون بيناتنا بالبيت. عمر بيك عيب، شو هالحكي؟ مو هيك القصه ابدا. شو بكون؟ شو عم بيصير؟ انا ما عم بفهم شيء بنور. ما في شيء. لا تاكلي، هم بسيطه، انا رح جهز حالي لحتى اروح. ليكي البيض بده 4 دقايق ليستوي، وانا حضرت الفطور. يلا انا خلصت ورح روح. اي روحي، انا رح كمله. صباح الخير. أهلين. الطرقات كتير زحمة وشوب كتير كمان. أنا كتير كتير مشوبة. إمتى بيجي الخريف؟ الجو أحلى. إيه طبعا. ومشغولين فوقها، قلنا بنرتاح بعد حفلة الترويج، بس انشغلنا أكتر بكتير. هلا بعرف إنه الشغل أحسن طبعا. كأنه بدك تفتحي حديث معي ياسمين خانو؟ إيه؟ مين أنا؟ شو هالحكي الفاضي؟ عم بحكي ذوق مو أكتر. رح أسكت. غسان بيك، أنا كنت جاي لعندك، كيفك اليوم؟ منيح، تعي نقعد بشي محل. ما فهمت. لك عم بمزح معك، شبك ديما أنا طالع، رح روح لعند أمي فترة، بدي ريح راسي من الشغل. معناتها رح خبرك بكل التفاصيل طبعاً، إذا ما بدك حضرتك، يعني إذا مو حابب ما بخبرك. يا ريت، أكيد حابب، صوتك رح يريحني كتير. أنا حكيت مع عمر وخبرته، ورح روح. يعني بدك وضعك مثل ما بيوضعوا الضيوف مثلاً؟ أو ما بدك وضعك؟ هيك مو أكتر، أنا طالع. آخ لو تعرفي غلاوتك جوات قلبي يا ديما، لو تعرفي. داليا، سمكة شو أخبارها؟ طمنيني. دي ماما سمكة الصغيرة. إيه غسان بيك مانو بالمكتب اليوم، سمعت إنه أخذ إجازة. غسان مو هون يعني؟ بما إنه الملاك الحارس تبعها فرقنا اليوم، ديما اليوم رح تنقطع رجلة من الشركة ورح يخلص الموضوع. داليا جاهزة ما؟ طبعا جاهزة، بس كيف؟ من يومين أعطيتها الشغلة لديما، ولأنه هي ما خلصت هالشغلة قررت أني أقلع اليوم. وهلأ بدك تضغطي عليها وبعدين؟ واضح منيح أنه أعصابها مو باردة، وأنه بتعصب وبتجن وبتعيط بسرعة، وأنا رح أستفزها لوقت ما أجبرها تغلط معي غلطة ما بتنغفل. أنا تحمست كتير. وبعدين من قلة نقلعي يلا، وخلي الكل يشوف قدي عمر بهم وأمري وقدي بيحبني، وخصوصي هي ديما. واثقة منه مو؟ فرجي وشوفي. يعني ما كان فيني أطلع أبكر من هيك بشوي؟ ضروري يجي ويشوفني عم حضر له الفطور. تعي بعد ربع ساعة مشان نراجع أنا وياكي البرنامج. ايه بعرف بعرف، ديما نبهتني عنه، لا تقلق. نبهتك عنه قلتيلي. ما فهمت. انسي، بدي روح على مكتبي، الحقيني بعد شوي. حاضر. ستي ستي، ها انت هون؟ ايه
ليش عم تعيط؟ وين بدي روح؟ ستي يلا قومي نطلب نهال، امشي نطلبها هلا. مو هلا، اليوم المسا منروح. شو اليوم نروح يعني؟ كأنه ما في حدا غيرك عشقان. استغفر الله. ستي مو هيك القصة، بس بدي روح اليوم. لشو التأخير يعني؟ خلينا نروح ونطلبها. كنت تقول بدك تكبر شغلك وتضبط أمورك، شو صار؟ شو بدك استنى لوقتها؟ منتأخر هيك. الله يوفقك، خلينا نطلبها. شوي شوي نزار، روق. خلاص اشرب مي باردة وروق. يا الله، شو صاير لك اليوم ستي؟ يعني شو بصير إذا رحنا وطلبناها اليوم؟ لا مو ظابطة، لازم تتقل شوي على الجماعة. بكرة هي الشاضومة إما رح تخنقك خنق بالطلبات. إيه على هالحالة شو أعمل هلا؟ إيه قوم رقص شوي منتسلى وبتهزني بخصرك. شو هالنكتة هي؟ وهلا طيب مدام ما بدنا نطلبها لنهال، إذا هيك بروح بشوفها هلا. أحسن هيك شوفها ومنتسلى شوي. خاطرك ستي. لا هذا الولد جن على الآخر. يا حوينتك يا نزار، يضرب الحب شو بزل. نعم ديما، لا تواخذيني، عذبتك كتير معي اليوم، بس تخربطت كتير. لبكني النظام، كيف بدي افتحه؟ شوفي خير، انتي عاملة على الكمبيوتر نظام خاص فيكي وانا عم حاول افتحه بس ما عم بقدر افهم شي عليكي. ماشي خليني اشوف. تفضلي شوفي بعد شوي. يلا بس شوي. ديما عم دور عليكي، مو معقول مخبصتيلي كل شغلي. ما فهمت. انتي طلعي لبرا. هالحكي إلي كأنه؟ ايه إليك، لأنه حضرتها ما بتعذب حالها وبتحترم حدا أبدا. لو سمحتي تركينا شوي لحالنا. طيب الشغل يلي عطيتك يا مو ظابط. ليش؟ شبه شو مشكلته؟ شو مشكلته؟ من الأول للآخر كله غلط. عمر كيف في شغلك لهلأ عنده؟ ما فهمت عن جد. بظن هاد مو موضوعنا هلأ، فيكي تقليلي وين المشكلة بالضبط لحتى حاول. المشكلة انتي بيلي مثلك. يلي مثلي؟ وشو مشكلتهم يلي مثلي بالله؟ اللي مثلك لازم يكون قاعد ببيته هلأ، بس طبعاً الحظ بيلعب دور لتشتغلوا بهيك شركات. وأقل الشغلة بتشتغلوها بتبين فيها بساطتكن وقلة خبرتكن. يعني لحالك هون الشطورة بشغلة ما هيك؟ وأكتر أنا سيدة أعمال مثالية. لما كانت أمك تعلمك الطبخ ببيتك أنا كنت ممشي السوق كله. أحسن شي تروحي على بيتك تفرمي بصل مع أمك. ولا أمك حتى الطبخ ما علمتك يا؟ طيب والبابا؟ هو كمان ما علمك شي؟ اجيتي لهون فاضية ما بتعرفي شي. زعلتيني. قدي أهملوكي أهلك، على الأغلب لهيك ما ربوكي منيح. انتي لسه ما بتعرفيني، انا رح علمك الضوء من هلا ورايح، عم تفهمي؟ انا فهمتي. ديما شو عم تسوي؟ اتركني عمر، اتركني بدي اذبحها. اتركني عمر، انا بدي علمك الضوء لهالشخص. خلص عم قلك يا سنين تطلعي لبرا. ديموتي طلعي، طلعي لبرا. ولا وانتي وقفي، طلعي لبرا. ديما اهدي، عم قول. ما بدي اهدى، ما بدي اهدى، اتركني، بعد عني. بس عم قلك بعد عني عمر، بعد. ما رح أتركك لتهدي بالأول. وليش أنا المفروض أهدى؟ كيف بدي أهدى؟ جاوبني، ما رح أهدى لموتها. تعي لهون. ولي ديما أهدي، عم قلك خلص أهدي. قعدي هون وروقي شوي. ديما استني شوي. ديما وقفي. ديما انت منيحه؟ انت شو شايف انا منيحه اليوم؟ شو حكيت معك لحتى جنيتي هيك؟
عمر بيك لا تسألني شي، أنا حابة أضل لحالي هلأ، بدي إهدى شوي بس. مستحيل أتركك. شو قالت لك؟ عمر بيك ديما، بدي أعرف شو قالت. يلي قالته كتير بشع، قالت إنه أمي وأبي ما عرفوا يربوني، قالت إنهم ما ربوني منيح وما اهتموا فيني أبداً، وهنن تركونا وراحوا. خلاص اهدي تعي. صرتي أحسن؟ اهديتي بعد ما حكينا؟ لا تواخذني، أنت شفت شي ما كان لازم تشوفه مني وخصوصي بالمكتب، يعني بالعادة أنا ما بعصب كل هالقد أبداً، بس استفزتني. طبعاً طبعاً، كنت شوفك مثل القطة، طلعتي نمر. ايه بس نمر بدموع. بتكون تفاجأت فيني، يلي بيشوفني من برا بيقول إني حدا رايق وما عندي مشاكل، بس إذا بيفتح قلبي. كل واحد عنده جروح، مو بس أنت، كوني متأكدة. وقت كنت صغيرة بتذكر بابا لما راح مثل الخيال، بتذكر أمي كمان، نحنا كنا أنا وأخواتي واقفين صف واحد وعم نشوفها، كان قلبنا محروق. كتير بحاول فكر إنه هاي شغلة طبيعية بس ما بقدر، معناته ما تخطيت هالجرح. يعني وقتها كنت صغيرة وما عم أفهم، بس هلأ شو؟ في مرة قريت شغلة إنه كلنا دورنا موجود، يعني حياتنا هي واحدة بهالمجتمع، والكل عنده نقطة مشتركة هي إنه كلنا عنا عيلة، يعني لو ما حبنا حدا بحياتنا في عيلة بتحبنا أكيد. بس لما ماما راحت أنا حسيت إني ما عدت مثل كل هالناس، ماني بنت حدا أبداً، أنا وأخي وأختي الصغيرة. انسى. يلي عديتيهم هني أحلى عيلة، وهيك الدنيا ديما، رح تكبري وفي كتير جروح جواتك، في منه رح يضلوا ينزفوا، هيك الحياة. عمر بيك عن جد بدي أتشكرك كتير لأنه حضرتك سمعتني وقدرت تهديني كمان، وحسستني إنه مو ضروري يكون وحيدة. مانك وحيدة، أنا جنبك. خلينا نرجع على الشركة. يلا. Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın صباح الخير يا بنات. مرحبا. سلامات. صباح النور. أهلين سامي بيك. أهلين فيك يا أمر، طلع حلوة اليوم. سامي بيك أهلا وسهلا، كنت عم دور عليك. خير؟ شو في فؤاد؟ قصة البنت. ليش شو صار بقصة البنت؟ داليا من الصبح قلت لها مرحبا 9 مرات و12 مرة كيفك و17 مرة قلت لها شوفيني يا بنت، بس ولا مرة انتبهت علي أو عبرتني حتى. عن جد؟ عن جد. كأنه شغلتها صعبة وانت رح تنطر. فؤاد لا تاكل هم، أنا عندي خطة رح تحرك قلوب كل بنات الشركة هون، اعتمد علي بس. مثل شو؟ كيف يعني؟ اشرح لي. اسمح، الشركة هون بحاجة للترفيه فؤاد، لهيك رح اتصل برفيقي فورا، عنده فندق ورح يستضيفنا بآخر الأسبوع عنده، بدي حرك الشركة كلها. حركة حركة حركة. ممتاز الفكرة، وهنيك رح أعزف جيتار سامي بيك، فورا بتميز وبتمشي كل أموري معه، الجيتار بإيدي وترن. خلص هي حركات انساها مالك فيها، صدقني. مو مشكلة، بغني شي غنية معناتها. وهي كمان مو ضرورية، شغلة الغنية هي أنا يلي راح أدبرها كلها. طيب. ماشي؟ ممتاز. فوراً بتبعت مسج لكل رفقاتك هون بالشركة وبتكتب فيها بدنا نروح بآخر هالأسبوع برحلة ترفيهية، ماشي؟ فوراً ابعت المسج؟ ابعته؟ أنا المسؤول هون لأني. ماشي. جمالك. هالبنت شو غبية، فوراً هجمت علي، بصراحة للحظة خفت تموتني لو عمر ما إجا وأنقذني. منيح كتير، معناته ديما ورحلتها معنا بالشركة خلصت. إيه، أكلت الطعم وخلصت.
بتصير هيك شغلات بعالم الأعمال اللي نعمل فينا نحن مو قليل. شو أعمل؟ عمر إذا رح يسألني بقول له تفضل عطيتها الشغل وما عملته، هاي الأدلة. الشركة رح تاخذنا رحلة آخر هذا الأسبوع. شو حلوة هالفكرة عن جد، حبيت. هالبنت وقحة، وسخت كل تيابي العمى. عمر إن شاء الله تكون عرفتها قيمتها. ياسمين ضبي أغراضك فورا، اليوم انتهى شغلك معنا بالشركة لهون وبس. أسلوبك بالتعامل مع الناس وتصرفاتك ما بتناسبنا ولا بتناسب الشركة، ناطرك المحاسب لتاخدي تعويضك. عمر أنا بشكرك على كل شيء قدمتيه وعملتيه للشركة، رح تاخدي تعويضاتك كلهم لا تاكلي هم أبدا، بس هلأ لو سمحتي اطلعي فورا. بتطلعي عمر، عمر رحلة يا عمر رحلة. عمر من وين اجت ببالك رحلة؟ شو الفكرة كتير حلوة عمر بيك. انا دبرت ترفيهي، عنده اوتيل وباخر الاسبوع بده يستقبلنا كلنا ورح نعيش مثل الملوك. مشوار ترفيهي شبك؟ ماشي يا عمي، المناسب اعمله. ماشي. شوف فؤاد، بعتت لك كل مسجات صح؟ طبعا بعتهم طبعا. ترميح مو مصدق امتى نروح. وسبوك السنارة. شو هي رحلة للترفيه؟ من وين طلعوا فيها؟ ياسمين خانم، شوفي انت منيحة؟ وصلني على البيت. شو ما بدك تحكي لي؟ تقلعت من الشغل، قلعني من شغلي. انت عم تتخيل انه انا بتصدق؟ رحجن، والله رحجن، مو مصدقة. كيف بيعمل فيني هيك؟ كيف بيعمل فيني هيك؟ ما عم صدق. انزلي يلا انزلي. ليش اجينا لهون؟ طيب. اسمعي هلا بتعرفي، وقفي هون وصرخي. ما حدا بيسمعك هون، صرخي قد ما بدك، فضفضي كل شي جواتك. يا ما مساوية هون قبلك. عمر أنا بكرهك، بكرهك. أنت ما بصير تقلعني يا غبي، أنت ما بصير تقلعني. أنا بكرهكم كلكم، هالشركة وكل الموظفين يلي فيها بكرهكم كلكم، بكرهكم. أنا ما بستحق هالشي، أنا تعبت بهالشركة أكثر من الكل واشتغلت أكثر من الكل كمان، وهلأ بسبب وحدة غبية بدي أخسر شغلي. أنا ما بستحق هالشي، ما بستحقه. يا الله يا الله. ماشي تمام تمام تمام، اهدي. وقف، شو سويت اسماعيل؟ شو هاد؟ خدني على البيت لو سمحت. لا انا لحالي برجع، ما معي شهاده لسوق. خلاص انا رح سوق.
أنا رح وصلك على البيت بإيدي. سلام عمر، شو أخبارك؟ ما في حد عندك؟ لحالك مو هيك؟ عمر، صار هلأ معي شي كتير مهم. شبك عمي؟ شو في؟ شو صاير معك؟ مرت عمك ناريمان جاي لعندك، بس نحنا كنا سوا، أنا وإنت كنا عم نحكي سوا تمام، يعني بس تيجي ناريمان هيك بنحكي، أوكي؟ يعني نحنا كنا سوا، وكنا قاعدين، والحقيقة أنت كنت قاعد وأنا عم دور، بس هلأ أنا قاعد كمان، ماشي وهلأ نحنا عم نحكي سوا. عامل قهوة، جيب لك فنجان؟ بشرب طبعا بشرب، إيه بس حط لي بالكاسة نصها مشان يبين إنه أنا جيت من زمان وشربت منها، مشان ما تعرف إنه أنا ما كنت هون، مفهوم؟ ما تاكل هم. اطلع على الجنينة بجيب القهوة وبيجي. ايه ماشي رح اطلع انا. عمر نحن هون من الساعة 7 وعم نحكي، مفهوم؟ من 7 نحن هون. ايه ايه خلص تمام. طيب ماشي، بشو كنا عم نحكي وشو عملنا وشو حكينا مشان نقرر وما تعرف بشي هي؟ عمي خلص بكفي، انت اطلع لبرا وهي بس تجي انا بحلها، لا تاكلها. بتحلها ما هيك؟ ماشي بنحلها، حط لي الفنجان نصه ماشي، لا تعبي كله خليه نصه. حاضر نصه بنحلها. ايه خلص بنحلها، جيب نص القهوة ايه وانا بشربه وبنحلها. خلص ايه بنحلها. كيفكن يا جماعة؟ عمر ناريمان حياتي؟ طولتي لا اجيتي. تعالي حبيبتي، تعالي عادي تعالي. أنا وعمر قاعدين من زمان هون، من زمان كتير قاعدين وعم نحكي أنا وياه. إيه صح؟ عمر أنت لشو أخذت نص قهوتي؟ لأنه بردت، قلت بسخن لك إياها شوي. يسلموا إيديك، يسلموا يسلموا. كتير حلو، كتير حلو. عمر حبيبي يا قلبي، كيفك أنت؟ أنا أموري تمام. حابة تشربي شيء؟ لا ما فيني أشرب أبداً، من الصبح لهلأ درينك درينك درينك، والله صرت مثل البيدون المليان. عمر شوف مرت عمك شو حلوة، فظيعة. تعرف أنا زلمة كتير محظوظة على فكرة، يعني كان اختياري بمحل وقت اخترتك، حتى بالليل بتنوري لي حياتي. خلص سامي خجلت. صحيح أنا حكيت لك كيف تعرفنا على بعضنا؟ يي كرمال الله لا تحكي شي سامي. ما قلتولي، ما بعرف القصة، يعني بعرف آخر الحكاية وبس هيك. اسمع إذا هيك، هلأ النظرة الأولى وباللحظة يلي عيوني التقوا بعيونها ومضت الدنيا من كتر المرق، وقتها كان عمري 22 سنة. مو معقول شو كنت حركة وكل وقتي مضي سهر وبسط بإسطنبول، وكانت معي سيارة بتاخد العقل، كانت إسطنبول تصير كلها دخنة وغبرة. طبعا ما كان لا يشتغل ولا شيء. لا يا روح الشغل شو؟ لا شو بدي يشتغل؟ شو شايفتيني أهبل؟ بعدين بتعب؟ طبعا كنت خبي كل طاقتي لسهر الليل. كان عندي رفيق وقتها قال لي يا سامي أنا بدي عارفك على بنت بتجنن كتير حلوة، وقلت له طبعا ماشي وظبطنا الأمور وقلنا بدنا نتعرف بالمطعم، وأنا فتت على المطعم ييش وها كانت أجمل بنت بالعالم قاعدة على هي الطاولة، ورحت لعندها فورا قلت لها مرحبا يا أنيسة أنا اسمي سامي أبليكجي قام الجنة، وبلشت تتعيط على أنت مين يا وقح انقلع أنت شو جايبك لهون؟ وأنا استغربت سكتت وحملت حالي ورحت قعدت على طاولة تانية، قام إجا حبيبها وهن عم يحكوا سوا بلشوا يتخانقوا، بس شو خناقة؟ وبعدين بلشت مرت عمك تبكي وتركت المحل، وقلت يا سامي هاي هي فرصتك الوحيدة، روح وراها للبنت وعلقها وطلعت وراها، وانت احكي الباقي هلا. ايه حياتي، طبعا فورا اجى لعندي وبلش يواسيني، وبعدين وصلني على بيتي، وبعدين ما شاء الله ما عادت انقطعت رجله من عنا. كيف بدي اقطع؟ كيف بدي اقطع؟ وبعدين حبينا بعضنا وصار لنا 30 سنة مع بعضنا، وهيك بس عن جد انا اكثر زلمة محظوظ بالدنيا كلها. لما بتفتح عيونها وبتطلع فيني قلبي بيدوب مثل السكر بالقهوة. قصتكن حلوة ما كنت بعرفها من قبل. أنا بدي أقوم وجدد قهوتي معليش. ايه قوم. طيب ماشي. شبك عمر؟ ليش عم تضحك؟ أحياناً لازم هيك بحياتنا، مو كل شي بدنا يا بيجي فوراً هيك على طبق من فضة، غالباً أنت بدك تجذب بطريقتك أي شي بدك يا لعندك. ليش أنا شو عم ساوي؟ أنت كسلان كتير لأنك ما عم تساوي شي منوب، لازم تغير شخصيتك وأسلوبك بده يتغير، المطلوب إنك تاخد القرار تبعك وهذا الأساس. مزبوط، لازم أخد قرار. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Sorulsa da aldırma.
شو مستني حدا كأنه؟ كرمالك أنت سكرت كل هالمحل كبير، شو بدك ساوي أكتر من هيك؟ سكرته كله؟ إيه؟